اليوم كل هدف يسجله ليونيل ميسي رح يكبر سنة ويتغير شكله. رح نبدأ بميسي بعمر 16 سنة ونكمل موسم كامل مع البارسا ونشوف ميسي عبر الزمن، هل بيحقق هداف الليغا؟ هل رح يحقق هداف دوري الأبطال؟ هل رح يحقق أيضا الكرة الذهبية؟ هاي هي نسخة ميسي اللي رح نبلش فيها بعمر 16 سنة، ورح يكون طوله 160 وشوي شوي كمان طوله رح يتغير ووشه رح يتغير وكل شيء رح يتغير، ولكن يا جماعة اشتراككم بالقناة لازم يتغير. خلينا نزيد بحلقة اليوم 1,576,000 مشترك، الكل يشترك طبعا. بالنسبة لريت ميسي رح نبلش فيه بال 69، وكل ما بيزيد سنة كمان رح نزيد له الريت هيك لحتى نوصل لنسخة البرايم ميسي. البداية رح تكون ضد جيرونا، ميسي بطاقات 69 مع تشكيلة برشلونة الحالية، هل رح يقدر يسجل؟ تخيل جافي حاليا اكبر من ليونيل ميسي، فهي بنا ليونيل ميسي بهاي الطاقات السيئة جدا بعمر 16 اعطيناه مسؤولية كبيرة انه يسجل ضربة جزاء مع البارسا. اليوم عملها الصغير الرائع وبداية نارية بتعطيه ثقة من البداية، حاليا رح نكبره لعمر 17. اذا ميسي صار عمره 17 سنة صار ريته 73 وتغير شكله من هذا الشكل لهذا الشكل. نعم اذا كبر شوي طبعا، بنفس الوقت صار طوله 165، راح نوقف عند ال 169 ما راح نطوله اكثر من هيك، هذا طول الطبيعي. خلينا نشوف كم هدف راح نسجل بعمر ال 17 لحتى يصير عمرنا 18. اعطوني هاتريك، بدي هيك تحدي صعب. خلينا نشوف سجل هدفين، عم نروح تصاعدي، هيا بنا يا ليو. المباراة الثانية راح تكون ضد الريال سوسيداد على ارضهم، ميسي بريت 73، لازم يسجل هدفين، طبعا إذا ما قدرنا بهاي المباراة بنروح للمباراة اللي بعدها، ولكن هيك بيكون عم يخسر مباريات وممكن ما يكون هداف الدوري الإسباني. مع إنه طاقاتهم جدا سيئة بالضربات الحرة، يلا يا ليو، يلا يا جوت، يا كبير بعمر ال 17 ميسي، أوب 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 أوب. صراحة جيدة بالنسبة للبدايات، لسه تسديداته مو كلها شيء قوي، كان ممكن إنه يسجل. ضربة حرة أسهل لليو، أقرب لليو. ولكن الطاقات سيئة، يا رب يا رب يحطها. ميسي ميسي ممكن يا ليو، ميسي ميسي عالم. استمتع 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 بليو، استمتع ميسي هدف ثاني ممكن بوجه القدم ليو. اذا بهاي المباراه فشلنا انه نسجل هدفين، سجلنا هدف، فبالمباراه القادمه لازم نسجل الهدف الثاني لحتى نكبر سن. جافي ليفا ليو ليو، الله عليك، شوف المرور، ما زالت ممكن مرورك ميسي، كراتك ميسي. لا يا ليو يا اخي، ما بدي اكبر ل 18 سنة، هاي نسخة ال 17 عجبتني جدا جدا، ممتع ممتع عالم الليونيل. ميسي هداف الدوري الاسباني بعد 3 جولات بثلاث اهداف، مشارين بالطريق الصح لحد الان بالمشاركة مع نجريدو من قادش وغارسيا من اتلتيك بلباو. اذا هذا هو ليونيل ميسي بعمر 18، حلى شعره وعمل تسريحة جديدة وان شاء الله تكون زادت طاقاته ايضا. اذا بعمر 18 صار ريت ميسي 78، راح نسجل بعمر 18 هاتريك لحتى يروح لعمر 19. عندنا مباراة بالدوري حاليا ضد اشبيليا وبعدها مع بايرن ميونخ، طبعا نحن بصدارة الدوري بتسع نقاط لحد الان. وصلها للبرغوت ميسي يا ولاد، انقر ميسي، هاي دخلات هاي دخلات ايام زمان، هاي اهداف اليوم. لسه يا بارسا لسه يا بارسا، وصلوا لميسي، يا الله ميسي كراتك ميسي لعباتك. صح انه ما كثير في تطور بالضربات الحره، بس يعني صارت افضل من الاول، وبالاول اصلا جابها ميسي. هرب ليو، شوف البرغوث ميسي وين حطها، حيث تسكن الشياطين ليو. يا الله راح لك ليو يا ولد، دخلاتك كراتك ميسي، يا الله بلياردو. شوفها 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 باليمين، يا الكره شوف فوق، بوم بوم. هاي المره جول، هاي المره جول، هاي المره جول ميسي. نعم في الشباك، نعم هو ابو تياغو ليو. شوف المتعه شوف المتعه شوف المتعه بهذا الشكل يا ولد. حلو، لسه عندنا هدفين لازم نسجلهم، ممكن يكونوا ضد البايرن، ليش لا يا ليو. إذا المباراة انتهت 1-0 البارسا على طريق ميسي، لسه عندنا هدفين راح نحاول نسجلهم بمرمى البايرن. إذا ميسي هداف الليغا بأربع أهداف، وبعده ويلسون من أتلتيكو مدريد بأربع أهداف، وإن شاء الله نستمر للأخير ونخليه حتى يحمل الكرة الذهبية، ليش لا؟ إذا موقعة البايرن البارسا البافاري، خلينا نشوف ميسي بهاي النسخة، هل راح يقدر يسجل؟ هل راح نقدر نفوز؟ بداية سريعة للبايرن وخطيرة، كوندي 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 كوندي، 1-0 للبايرن مبكر. ميسي استلامك من الركنية وكراتك.
واحد على واحد بتمر بتمر يا ليو بتمر من جمال يا ليو بتمر من جمال يا ليو مر ليو لعبها ارضيه رائعه وميسي جول. هاي الصناعه بهدف يا جماعه. خطيره للبايرن. برافو تير شتيغن. ضربه جزاء تير شتيغن وساني في الشباك. نعم اذا خساره 2-1 ولكن صناعه ميسي كانت عالميه جدا. هاي هي فرصتنا لحتى نروح لعمر ال 19 لانه عندنا مباراه ضد اتلتيك بلباو على ارضنا فممكن يسجل ميسي الهدفين المتبقيين. نعم اذا ميسي يريد تسجيل هدفين لكي يكبر سنه في العمر. يلا يا ابو تياغو جيبها يا ليو. اتلتيك بلباو ناوي على الشر من البدايه، بده يسجل هدف اول. خطيره ضربه جزاء لليو، ممكن يجيب فيها الهدف الثاني ضد الاتليتيك بلباو. ليو بوم في الشباك، ميسي هدف ثاني على بعد هدف من عمر ال 19 سنه. تير شتيغن وغارسيا 1-1. مع الاسف تعادلنا مع اتلتيك بلباو 1-1. شوف ميسي غير راضي عن النتيجه، روحنا نقاط وبنفس الوقت ميسي لسه بده هدف ليصير 19 سنه. مستمرين باصداره الاهداف مع لاعب اتلتيكو مدريد ويلسون 5-5. ميسي مستمر راح يكمل ان شاء الله. المره ضد بلد الوليد بحاجه هدف واحد لحتى يكبر ميسي السنه اخرى لل 19. هيا بنا بدايه سريعه قوية ونارية. ميسي والهدف الأول في مرمى بلد الوليد. خلص ميسي من عمر 18 لل 19 ضمنها. ليفاندوفسكي كيف راح نرجعها لميسي؟ بهاي الطريقة بنرجعها لميسي. ميسي بيحطها من هنا ار2 يا ولد. خطيرة تير شتيغن. لا 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 1-1. الله ميسي يا بيدري كافي ليو. حرام تخلص هاي المباراة تعادل 1-1 ولكن ميسي وصل لل 19 سنة. إذا هذا هو الشكل ميسي الجديد، صار عمره 19 سنة وريته 84. ترتيبنا بالدوري مركز ثاني 16 ريال بيتيس 14 البارسا. راح أعمل محاكاة مباراة فالنسيا لأنه عندنا مباراة بعدها بالأبطال مهمة جدا ضد الإنتر. خلينا نشوف هل راح يسجل ميسي أيضا ولا لا. 1-0 لديمبلي بهاي المباراة. إذا مباراة الأبطال ضد الإنتر مصيرية جدا، الإنتر والبايرن 3 نقاط الصدارة والبارسا لازم ينتصر. كم هدف لازم يسجل ميسي لحتى ينتقل للعمر اللي بعده؟ وراح يسجل هدف يروح لل 20. خطير الانتر لو تار وبداية سريعة. اشتقين خلينا نشوف ليو بهذا العمر وبهذا الشكل كيف ممكن يسجل، بأي طريقة، بوجه القدم لأول مرة ليو. ممتاز الميسي اسطورة هذا الليو. يا الله كيف حطها، والله انه وحش. شوف المتعة من فاتي من البداية، الله عليك على التمريرة. ميسي حطها بشكل غير طبيعي. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد اي كرة. ادري تاني ليو تاني ليو تاني ليو، حطها بالبعيد يا ليو. خطير لو جارو مارتينيز 1-1. نعم اذا 1-1 ضد الانتر، وضعنا بالابطال سيء. اذا ميسي صار عمره 20 سنه ريت 85 الشكل، هاي المره ما كثير مختلف، السنه القادمه راح يصير شكل كمان جديد اكثر. فهي خلينا نروح نشوف كم هدف لازم نسجل. اذا بعمر ال 20 لحتى نروح لل 21 لازم نسجل هاتريك، هو مو هاتريك مباراه واحده، لازم نسجل ثلاث اهداف منفصلين عن بعض. اذا نحن ثاني دوري بعد ريال بيتيس ب 17 نقطه، مباراتنا حاليا ضد قادش اللي ممكن نحقق يعني ضده هاتريك. طبعا ميسي ما زال بصدارة الهدافين بست اهداف وبعد ويلسون بخمسه، فحاليا اذا جبنا هاتريك من بعد جدا عن ويلسون ممكن نمشي اكثر بالموت. ميسي شوف السرعه وشوف التطور الكبير. 1-1 يا ولد. متعه ولا مش متعه يا بتاع فيفا؟ يا مشاهد متعه ولا مش متعه؟ صح انه ميسي سجل هدف واحد ضد قادش ولكن امتعنا جدا بتلك المباراه، وايضا بنفس الوقت لساته بصداره الهدافين فما في خوف لحد الان. حاليا على مباراه حاسمه ضد المتصدر، هل بيجيب فيها ليو هدفين وبيكبر سنه ايضا؟ المباراه الحاسمه لصداره الدوري يا بارسا، اهم مباراه بالموسم لحد الان. روح له يا ميسي، روح له يا ميسي، روح ميسي، انقر ميسي. حرام تضيع، ما بتضيع هاي، ميسي ما بيضيع هيك كرات، حرام حرام. كيف شال الحارس؟ يا الله اشتيغن انقذنا من الصداره. اشتيغن شيله يا اشتيغن يا وحش. فاتي حسم الدوري يا فاتي. ابو تياغو لا تتاخر يا ابو تياغو.
اوكي جالس قاتلة من الكبير ميسي. حبيبا هدف ميسي القاتل حسم مباراة بيتيس، ظلنا هدف. اذا ميسي بثمان اهداف بعيد عن ويلسون اللي ما زال بخمس اهداف من الاتليتيكو مع ديبا. البارسا بصدارة الدوري ب 23 نقطة. هاي اخر مباراة رح تكون لميسي بهذا الشكل، رح نودعه بهذا العمر وهذا الشكل بمباراة ضد بيلسن، ان شاء الله تكون استعراضية ويسجل فيها. وتياغو فاتي القاتلة اليوم دخلنا بمرمى بيلزن 1-0. هاي وداعية هذا الشكل، خلينا نشوف عم يحتفل للمرة الأخيرة بهذا الشكل، بعدين رح يتغير شكله هلأ كليا. نعم اذا مع الاسف 1-0 بس على بيلزن. اذا هذا هو وضع المجموعة مولعة بيناتنا وبين الانتر. اذا هذا الشكل الجديد، ميسي بعمر 21 88 ريت، وعلى ما اعتقد هذا الوش هو نسخته 2013 قبل كأس العالم، فوجه 2013 اجانا نحن بعمر 21، اكيد كان عمره اكبر من هيك بس نحن عم نمشي بهذا التسلسل. خلينا نشوف، لسه عنا وجوه كثير راح تستمتعوا كثير ان شاء الله. مشيت شوية محاكاة لحتى نوصل للمباراة الحاسمة ضد بايرن ميونخ اللي راح يلعبها ميسي بعمر 21 سنة وراح تحسم لنا اما انه نتأهل او لا. اذا مرة اخرى لازم نسجل 3 اهداف لحتى نروح لعمر 22. اضربهم يا ليو، اقتلهم يا ليو، خطيرة جدا. ميسي 2013 امام البايرن، رائعة جدا من ليو، نسخة عالمية هاي من ليو، هاي النسخة خيالية من ليو بريت 88. نعم اذا انتصرنا بالابطال على البايرن ورجعت حظوظها للتاهل، ولكن مباراتنا المصيرية راح تكون ضد الانتر. طبعا ميسي ما زال هداف الدوري ب 11 هدف بعد مورينو من فياريال ب 10 اهداف، وبالنسبة لدوري الابطال ميسي ايضا دخل قائمة الهدافين ب 3 اهداف، بعيد فقط 3 اهداف عن كفاراتسخيليا من نابولي ب 6 اهداف. اذا انقلبت الآية وصرنا نحن متصدرين ب 10 نقاط، ولكن اذا فاز الانتر علينا بهاي الجولة الاخيرة وفاز البايرن على بيلزن فباي باي دوري الابطال. سلام ميسي للامام لبرشلونه، شوف 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 شوف. يا سلام يا ميسي، ميسي ومسي عليكم في اللقطه الماضيه وقول. اذا سجلتها راح تكبر سنه يا ميسي، اذا سجلتها راح تكبر سنه يا ميسي. البارسا الى الدور الثاني من دوري الابطال. نعم اذا هدفين وتاهل للبارسا، قوي تشافي تشافي تشافي. صداره الدوري مستمره لميسي، وايضا ليو صار ثالث هداف في دوري الابطال على بعد هدفين من دياز من الليفر وكفارا من نابولي. واذا كملنا بهاي المسيره للنهايه ممكن ناخذ كره ذهبيه بنهايه الحلقه. ميسي 22 سنه و 91 ريت ومشيارين، وان شاء الله الموسم ناري جدا. 22 مباراه، 16 هدف واثنين اسيست لحد الان، وانت تخيل 16 هدف كل هدفين او ثلاثه مسجلهم ميسي نسخه سنه، يعني الحماس الف. تخيل النهايه ميسي للحالي يشيل الكره الذهبيه. اذا مع الاسف الدور 16 راح نواجه السيتي، هل راح نطلع من دوري الابطال ام انه ميسي بهاي النسخه ال 91 راح يحسمها ويسجل؟ لحتى نروح للشكل اللي بعده لازم نسجل كمان هاتريك. اذا كلاسيكيه مان سيتي، محرز هالاند فودين دي بروين تشكيل نار يا حبيبي نار. ميسي بريت 91 مع تشكيلة البارسا الحالية، هل راح يسجل؟ هل راح ينتصر البارسا؟ البارسا هل بيعملها بمرمى السيتي على ارضهم؟ روح يا ميسي، روح يا ميسي مساحتك. يا الله واحد على واحد، الله عليك. ميسي جول، ميسي جول، ميسي جول، جول. ميسي ميسي، هذا مرور ما بيمره غير ميسي، ما بيعمله غير اوب اوب اوب. راح فيها المدافع، راح مشوار، شوف الار 2 لا تخيب عند اليوم. نعم اذا على ملعب السيتي انتصرنا 1 والاياب راح تكون بجحيم الكتالون. اذا بعد تسجيل ميسي لهذا الهدف صار على بعد هدف واحد من كفارا ودياز ومبابي، مولع دوري الابطال بالهدف. بعد 27 جوله من الدوري الاسباني مورينو من فياريال 18 وميسي 16، ولكن راح نجيبه لا تخافوا. خلينا نركز هلا على دوري الابطال وبعدين راجعين لهداف الدوري باذن الله. بدايتنا سريعه، خلينا نضربه منذ البدايه. ميسي كراتك، ميسي مساحاتك، وجه القدم يا ليو، كي جول. المتعة 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 كبيرة للسيتي. قبي شوف الاستماتة يا عيني. ميسي ميسي حكا، ميسي ميسي برد برد، ميسي برد برد، ميسي الله عليك. ما زالت
استراضية امام السيتي. هالاند رقم واحد ضد شتيجن رقم واحد. قاتل يا ميسي واكبر سنة. الله يا بيدري يا ممتع يا بيدري. ميسي ليو ميسي ليو ليو. اولا لا اولا لا. هاي لو صعبة وحلوة وجميلة من ميسي. ميسي رح يجيكم هلا نسخة رح تنصدموا فيها. نعم اذا ميسي جاب 3 اهداف في مرمى السيتي 3-0 ذهاب واياب وتأهلنا. الله وداعا وداعا. هاي من اجمل النسخ اللي جابتنا ارقام طبعا بهذا الموسم. اذا رسميا ميسي هداف دوري الابطال ب 8 اهداف بعد مبابي ودياس وما زال الصراع مستمر. ميسي 23 سنة 94 ريت والشعر الاصفر الشعر المصبوغ بتتذكروه 2017. هاي النسخة باذن الله رح تجيب لنا الابطال. يلا يا ليو. لحد الان بهذا الموسم 24 هدف و7 اسيست. اذا بعد السيتي راح نواجه تشيلسي بربع نهائي وعندك يوفي بروسيا مادري ميلان وليفربول باريس سان جيرمان. اذا ميسي بهاي النسخه الخارقه اقوى نسخه راح نلعب فيها اليوم. يا ليت الزمان والشباب يعود يوما يا ميسي. يا ليت يرجعوا اثنين مع بعض ونشوفك ايضا بالبارسا. ميسي من بين الاقدام. شيلك من انه احيانا فيفا بتعمل شغلات واقعيه بس هاي اول مره بشوفها والله من بين الأقدام يا ميسي نفس حركاته بالحقيقة. هاي التفويتة هاي النسخة الشقراء عم تشتغل شغل عالم. خطير تشيلسي خطير تشيلسي وباميانج 1-0 إذا في ملعبهم وبين جماهيرهم. نعم إذا الذهاب خسرنا 1-0 ولكن أهلا وسهلا بكم يا تشيلسي إلى جحيم الكتالون. إذا الفرصة الأخيرة بدوري الأبطال على أرضنا وبين جماهيرنا لحتى نتأهل للدور القادم. التعادل يا ليو التعادل يا ميسي يا ميسي. ثواني ثواني ثواني. رجعت بس نحن من كتر ما السريعة حسيتها مشيت على العارضة ورجعت. عوض ضربة جزاء يا ميسي عوض ضربة جزاء يا ميسي. هدف تاري اجمل هدف العلقة. مش ممكن هذا ميسي هدف للتاريخ يا بارسا. راح فيها كيبا. شوف الانهاء شوف الانهاء شوف الانهاء. دلة تشيلسي ميسي بلفة فاضية. يا الهي شوف تياجو سيلفا عصب. امشي كورة ميسي ميسي للثاني وقلب النتيجة خطيرة. كوراتك ليو اضرب الان ليو شال الكورة. راح نقتلهم بالاضافة ولا شو يا ميسي؟ قتلهم يا ميسي. يا الله على المرور بتحس حقيقي مش طبيعي. هذا اللي هو مش طبيعي. يا كرة الكرة تمنعت عن البارسا تريد تشيلسي خطير وبرافو كوندي. ركلات الترجيح راح تحسم يا ابو تياغو اللي ضيعها بالمباراة هل بيضيعها حاليا؟ لا في شباك. ميسي 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 جول. هافيرتس امام شتيجن. تير شتيجن يتصدى. كيسيه وكيبا بانينكا ديل بارسلون. كيسيه 2-1 2-0 عفوا مامت الان 2-1 هدف لتشيلسي 2 البارسا. رافينا دي سالسا وكيغو لاسو ديل برازيل. رائع جدا وحماسي. راح نتأهل. ستيرلينج تير شتيجن ينقذ البارسا ينقذ ليو. ديم اللي بيخوفني دائما بيخوفني ولكن راح احاول احطها بالتسعين. ديمبوث الكابيتانو ضيعها بخوفني وخوفي بمحله ضيعها. شتيجن تصدى نفوز يا شتيجن. وجواو فيليكس حطها في الشباك. الان من سيسدد؟ سيرجي روبرتو ملك الاوقات الحرجه. هذا كيري مونتادا لازم يجي يسجل الحاسم يا عم. سيرجي روبرتو البارسا يتأهل. بي روعه وهدف ميسي كان عالمي جدا. يا الله البارسا ريال ايضا من نصف نهائي دورتموند وباريس. خلينا نشوف. طبعا مبابي هداف دوري الابطال ب10 اهداف. ميسي بعده مباشره ب9. بدنا نحاول ناخذ الكره الذهبيه بالدوري ايضا على بعد 3 اهداف وعندنا 5 جولات. هاي الخمس جولات راح تكون حماسيه اكثر من دوري الابطال. اذا الكلاسيكو الاول الذهاب على ملعبنا وبين جماهيرنا. كلاسيكيه مدريد داخل المباراه ميسي ب 94 راح نقضي عليهم باذن الله يا كتل. اهلا وسهلا بكم الى كلاسيكو العالم كلاسيكو الارض البارسا ريال. ميسي يريد التسجيل والذهاب للنهائي. بنزيما بالتخصص امبارح طلعوا ضد السيتي هل بيطلعوا عليهم ضد البارسا؟ خلينا نشوف. يلا ميسي يلا ليو بمرمى الريال يا ليو. الاولى ضاعت. الكتالوني يحرق الملعب على ريال مدريد. جافي استلام جافي تمرير ميسي خطيره جدا حول منطقه الجزاء. ليو مودريتش لريال مدريد وفيني فيني 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 فالفيردي ريال مدريد خطير. فيني 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 فيني
فيني فيني فيني فالفيردي فيني سيوس مرات حلو التمرير ميسي راح هي لي كراتك هي لي كراتك هي لي لعباتك 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 يا ولد يا مجنون يا ولد يا لعيب يا أسطورة كبير الأفضل في التاريخ يسجل ميسي الدنبوث مع كليو يا دنبوث ميزي عرضية رائعة من الدنبوث بوم اذا 2-0 بمعركة البارسا ريال الذهاب وبانتظار الاياب ويبدو انه ميسي ماشي نحو كرة ذهبية اذا ميسي رسميا هداف دوري الابطال ب 11 هدف وبعده مبابي ب 10 اهداف وباللاليغا فقط هدفين واربع جولات بنزيما لعودة الريال البنزيما اشتقين قتلهم خلاص البارسا يتأهل للنهائي نعم اذا تعادل سلبي وضرب الجزاء ضائعة من بنزيما البارسا الى نهائي الابطال هل راح ناخذ الكرة الذهبية؟ راح نشوف النهائي راح يكون ضد باريس ميسي مبابي اللي بيسجل بيكون هداف الابطال خلينا نحكي هاي المباراة ضد جيرونا ونشوف يا رب ميسي يسجل لحتى يرجع لصدارة الهدافين 2-1 لم يسجل اذا راح نلعب اخر جولتين بالدوري ونحاول نجيب اربع اهداف امام مورينو لحتى نقلب عليه ملك الهدافين ان شاء الله نقدر نجيبها الجولتين جدا سهلات ضد خيدافي ورايو فاليكانو وعندنا نسخة ميسي خيالية فلازم نفوز ونجيب الاهداف وبعدها نهائي الابطال ليفا نبحث عن ميسي دائما وابدا ميسي الاول نعم 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 يا رب الهداف يا رب الهداف الاول يلا يلا بارسا يلا بارسا يلا ابو تياغو ليو كراتك والله كراتك والله لعباتك والله يعلق وص يا سلام جول جول ثاني لبرشلونة ميسي يعود ليكون هداف الدوري لا 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 شوف الكرة شوف المتعة شوف الروعة كيف مسكها الحارس وفات فيها ولا شو اللي صار شوف 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 بوب 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 مشت 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 ودخلت آخر أغرب هدف في فيفا شرو شورتس كيفي خطير هدف أول 2-1 نعم إذا 2-1 وإن شاء الله ما يكون سجل مورينو لحتى نقدر نرجع بآخر مباراة أوبوبوبوبوبوبوبو مورينو عمل هاتريك عمل ما بعرف شو صار 26 إحنا لازمنا سوبر هاتريك راح نحاول بشتى الطرق نحاول بس صعب ما زلنا عنا أمل ميسي بارينكا جول جيبها 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 واحد اثنين مع فاتيليو نعم إذا مع الأسف أداء مخيب جدا رايو فاليكانو 1-0 ولكن ميسي عمل موسم أسطوري وقادر ينجيب الكرة الذهبية إذا هذا هو الترتيب النهائي للهدافين 26 مورينو من فياريال وميسي 23 دوري الأبطال ما زال الهداف وإن شاء الله نحو الكرة الذهبية ضد باريس الآن هيا بنا بافي والنهائي الكبير جابهم يا ليو رد على مبابي يا ليو رد على مبابي يا ليو لا حرام هذا السيناريو بالنهائي قدام دوناروما بهذا الشكل جول 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 مين شال هذا مين مبابي ضيع ميسي ضيع وركلات الترجيح هي من ستقرر ميسي بوم في شباك يا الاعصاب الاعصاب هي راح تحدد الكرة الذهبية راموس ضيع راموس سيرخيو راموس يودي الكرة الذهبية لليو كيسيه وشنو هذا كيسيه رايا سادة سولير سولير في الشباك 2 البارسا 1 باريس سان جيرمان ليفاندوفسكي جول 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 المبابي 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 اللي بده كرة ذهبية ايضا حطها في الشباك لحد الان لم تحسم فاتي 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 ودوندورما ضيعها فاتي ضيع فاتي تريمي الايراني شو اخذك على باريس برافو اشتيجر برافو برافو اشتيجر برافو بيدريتو 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 راح يحطها ويحطم الشباك نعم البارسا بطل دوري الابطال
اول تايم ميسي راح تاخذ الكره الذهبيه. كل هاي النسخ هيا بينا خلينا نروح ونشوف افضل لاعب بدوري الابطال ميسي. خلص عم يعملوا لنا تمهيد انه راح نعطيكم الكره الذهبيه يا رب. طبعا ترتيب الدوري الاخير هذا هو بفارق 9 نقاط اخذه ريال مدريد. ميسي بهذا الموسم عمل 34 هدف و7 اسيست ميسيات كلهم ووصلنا لعمر 23 طبعا وهذا الشكل. اذا المرشحين واخيرا ميسي موجود الحمد لله. فالفيردي هافيرتس وفيني جونيور اتمنى انه ما يعطوا ولا واحد من ريال مدريد لانه هيك شكلهم حاطين اثنين يعني بالقائمه. لا ميسي بيستاهلها يعني حرام. لحظه الاعلان جليتش ميسي 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 بس صابوا سرطان يا جماعه وراح شعره وراح شكله. ليش هيك صار فيك يا ليو؟ الحمد لله. خلينا نشوف هون اداء ميسي المذهل شكله. لا شكله والله ما بعرف شو الجليتش من كتر ما غيرنا له شكله ولا شو. خلينا نشوفه هون. نعم خلص بنودعكم بهاي الصورة لميسي. قولي افكاركم للحلقة القادمة واللي وصل لهون يكتب ميسي ميسي ودم دم يا اهل الخير.